بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى بوطبا، رئيس فرقة الدراجين لمدينة الناظور. اليوم هذا الحدث ديال اليوم اللي معروف غمارة غير مغربيين ولا غنغي الناظور عنه، هو الحدث يوقع عندي الزلزال دي النواحي مراكش. نتقدم العزاء أولا للمفقودين، كذلك نتطهر الله عز وجل الذي شفى الجرحى. نهاران منذني تاكل كالمجتمع المدني من تندين تنغ نشين تمثل الدراجة النارية نتقيج النداء للساكنة النظار. الحمد لله نشين معروفين دي مغربيين الذي ريفين أنه يد وحدة متكافئة يشتك تنغني تمون يشتك تنغني. فانستا زيوم إن شاء الله نارا أن مول مرة أن كفوس كفوس باش المعاون غا الفاجعة ثانية نخفف خيث مثل نغذيني، لأن قاين دي تصمد قاين دي فوشت قاين سجوع. بسم الله الرحمن الرحيم. نهارا نزدا نوجه النداء ساكنة نيت النظر، نشتي نجم مجموعة من الفعاليات المدنية نشيطة نيت النظر. نهارا نقوم سجل المبادرة هو أنه لابد أن نمد فوس نغيث مثلا المتضررين زي الفاجعة يوقع عندي المناطق الجنوب. زي المنبرة توجه النداء ساكنة نيت النظر باش تنخرط ذي الحملة ثانية من أجل تسير مجموعة القوافل غير حنغا المدن المتضررة. والمبادرة ثانية تأتي أهميتها من أنها وليس وش اللون نغشان الانتماء، وإنما فعالية المجتمع المدني ديت النظر بدون أي كاسكيتا وبدون أي حجز. كما أنه نشين زي المنبرة ونتاني تنقى بأن الأيادين مفتوحة للجميع، سواء فعالية مدنية سواء فعالية اقتصادية. مرة ويخسن هذه البصمة ذي العمل الخيري ونتاني فالباب يبقى مفتوح. ممكن أنه هذه الطوع من زي ما سواء الذات سواء المواد العينية. بالنسبه لقرصني ساكنه نيت النظر بانه الارقى ونخصنا ذي سهم ذي المبادره ربما ويسينا مشان ربما فنسلو صرهنا الاشاره نصن الارقام الهواتفي جانديني ممكن اتصلنا كالاخوان يجان صاهرين خلال المبادره ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحسن اهدي فاعل المدني. احنا حاليا في صدد الاعداد لواحد القافله تضامنية إنسانية ديال ساكنة الناظور الإخوان ديالنا المتضررين في مختلف الأقاليم اللي تضررت من الزلزال. هو نداء لجميع الساكنة وجميع الفعاليات المدنية والجهات اللي تقدر تدعم أي حاجة قدرت عليها في المواد العينية، لذلك أنه دار واحد الفضاء هو في الغرفة مقر ديال الغرفة ديال الخدمات والصناعة التجارة بمدينة الناظور كمقر اللي غادي تجمع فيه هذا النوع ديال المساعدات. لذلك نهيب بجميع الغيورين على هذا البلد وعلى الإخوان ديالنا أنهم يساهموا بالقدر المستطاع، لأن ما هذا هو الواجب ديالنا، هذا هو المحطة اللي خصنا نبينوا فيها على الوطنية ديالنا اتجاه المغاربة كاملين. وشكرا لكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبعد. إذا ونتدج نداء الساكنة إقليم الناظور خاصة، يعني عامة ماشي خاصة، باعتبار أن الإخوة الفعلاء الجمعويين ضامنا كين فوز كفوس، باعتبار أن تصيب بعض المساعدات نوم زغان توصل الزيوم غاعين المكان إقاليم الحوز ورزازات تالودانت مراكش. إذا واخا نخلطش إن شاء الله تعالى مروني زمان شاء أتيك، فله الشكر الجزيل وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الشين قنت وجد داني تدقمشانا طافي غرفة التجارة والصناعة والخدمات ذا غنخدم قال مقهر ماني إن شاء الله قنت كيج النداء باش داني تستغل نطلق التبرعات ان شاء الله الاخوان ما مشنا نقبر يجان ديال النظار باش نقصني تا غيجن اسن كن عام سيدي غيجن تينا الطم قران سانيتاتي غيجن القفيله باش طاح غا الجنوب قاسنا من اجل مش سقان الحدث يوقعا من بينهم قد تقعد النداء اونيتاخ لي زومبيلونس كاين غير حان كان شنو غيجن مجموعه لي زومبيلونس، ولكن نتمنى هاد المعنيين نغني تغانخ باش كيخقن السانيتا يجني انطلاقه السانيتا غا الجنوب ان شاء الله يمكن نحغى الحوز يمكن نحغى ورزازات هذو نيتاني زوم تتاخ ان شاء الله شي نلقاه مستعدين سلون بيلونسات غا كيجي نخو حاليا، ولكن تتار اني غي دغياسن هذا سنوراني هنا كيخرح ان شاء الله سلمو سعيفين نسن سكرشي ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فانت انت زوم ان شاء الله ما راك يخدم عوان ما نكفوس كفوس باش ان شاء الله نعاون أنا وذ سير مساعدة إن شاء الله ديني غيمشني القرى إيدي وقعنا منين كان شين منين نسمونا ذني تاقي باري مختبر من شلال زي المحكمة الابتدائية زي
كريسيس. نتمنى ان شاء الله لا تحقرن من المعروف شيء، من احياها فكانما احيا الناس جميعا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه. زافيلا سينيسيس، شكرا لكم، نتمنى ان شاء الله كي شارك ما رايتم. بارك الله فيكم. نشي نهار كان نتواجد ندجق المبادره النغ زي امام الغرفه الصناعه والتجاره والخدمات يتواجد الزاثي المختبر بن شلال. نقرسني الاخوان ذني ثاني تلقى المساعدات العينيه، نتلقى المساعدات العينيه. بالنسبه للمساعدات العينيه طبعا ما مش زري مارث، ولكن مجموعه من الفعاليات المدنيه يعني مجموعه محسنين تركزنا دائما في المواد الغذائيه. ماشي لو تبخسوا المجهودات نسن، وانما نلقى بانه المناطق المتضرره بجانب المواد الغذائيه يحتاجن ايضا من خلال الاخوان النغيد الجندين ذي المنطقه نكسيد نرصد مجموعه من الاحتياجات غايودانا. فنزوكم في النفاق نزوك نغسه من ذيسن ديني مجموعة ما غاسن أولا خصوصا دي ونحن مقبلون على فصل الشتاء غاسن ديني تسمد الطاس ثم أيضا غاسن ديني تنقص ذي الإيواء. إن شاء الله نتمنى الإخوان كين غيسه من مجزقان سلخيام الإيوائيين ثم غان مجزقان أرو ذي حنجال مزيانان ثم غان أيضا المواد الغذائية. إذا مجموعة المسائل ربما إن شاء الله الرحمن الرحيم ذي الموقع قنساس ذي نغذي خميد ذي ذي ذي, ذي ذي الإعلان غيرين ربما قنصاص مرة لاحتياجات ضرورية إيجان. فلذلك نهيب بالجميع باش أنه سواء ساكنة سخمين سورق المبادرة تنتمي لإقليم الناظور ديسيج مجموعة لفعاليات مدنية سواء تنتمي هندية النظار أو بلينصار أو يسروان أو يعاوي أو يزغنغن. إذا نشين نحاول ما أمكن نجيج المبادرة سوار أو تمثل في الإقليم النظار ميخترك زغطس هو الإخوان الأخوات المكان إن استقبال المواد العينية الغرفة الصناعة والتجارة والخدمات ذي الفصد والثنين لأن غاسنين فاشادات الفصد والثنين قيباتش المختبر بن شلال. إن شاء الله نتمنى باش أنه تريجن المشاركة واسعة زي جميع الأطياف سواء الاقتصادية أو المدنية أو الفعاليات الحقوقية ذي هندية النظر باش يساهم أن سنجح القافلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى باذن الله تعالى انه القافله نتمنى ان المشروع غادي ينجح. نتمنى انه نزول في جن الصوره مشرقه خندتنا النظر نزول في جن الصوره مشرقه اقليمنا الريف عموما بانه الاقليمنا الريف خندتنا النظر دائما تبقى جزء لا يتجزا من 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 من, 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 من نسيج الجمعوي ذي الوطن غمليك